حارب ثور واكتشف العوالم الاسكندنافية مع كريتوس وابنه. لعبة God of War Ragnarok واحدة من أكثر الألعاب المنتظرة لهذه السنة من تطوير استديوهات سانتا مونيكا ونشر سوني انتراكتيف انترتينمنت. اللعبة تعتبر من نوع الأكشن مغامرات، وهي الجزء المكمل للجزء اللي صدر في سنة عام 2018. أحداث راجناروك راح تكون بعد سنوات من الجزء السابق لمغامرة كريتوس وابن أتريس، وتكمل قصة السلسلة. الآن أتريس صار أكبر ولازم يواجه مع أبوه في هذا الجزء خطر راجناروك. الجزء هذا راح يكون بنفس أساسيات الجزء الأول، لكن أكيد بيكون فيه تحسينات وإضافات جديدة، وبيقدم هذا الجزء شخصيات جديدة ومهمة في القصة. أهمهم هو شخصية ثور المشهورة، واللي بيظهر من بداية اللعبة بشكل غاضب ويحارب كريتوس، لأن كريتوس وأتريوس قتلوا أخوه وأبنائه. وعالم اللعبة ضخم جدا وفي تنويع، بحيث بعض المناطق راح تكون خطية وبعضها بمساحة كبيرة تسمح لك أنك تستكشف المكان، بالإضافة إلى تواجد الكثير من الألغاز بشكل مشابه للجزء الأول. وأيضا المهام الجانبية راح تكون متواجدة وبشكل أعمق ومتنوعة أكثر من السابق. وراح تزور في اللعبة 9 عوالم مختلفة، وراح يكون في منطقة أساسية راح توصلك إلى كل هذه العوالم. طبعا هذه العوالم راح تكون مغلقة في البداية، وراح نزورها كل ما تقدمنا في القصة، وبيكون عندنا الحرية بعدين في أن نرجع لها ونستكشفها بشكل أكبر. وكل عالم منها بيكون في أماكن سرية ومناطق ما نقدر نكتشفها إلا لما نحصل على أداة معينة أو سلاح معين، وبالتالي راح نكتشف مهام جديدة جانبية. بالنسبة للأسلحة وأسلوب القتال راح يكون مشابه بشكل كبير للجزء السابق. الأسلحة المشهورة راح تتواجد مثل الفأس والسيوف والدرع، والتنوع راح يكون في الحصول على المهارات الجديدة لكريتوس وابن أتريوس، وأيضا الأحجار واللي اسمها رون ماجيك راح تساعد في القتال، وأيضا قدرة الاستدعاء. اللعبة راح تقدم رسومات عالية جدا وتفاصيل دقيقة، سواء للشخصيات الأساسية أو الجانبية أو حتى العوالم وتفاصيلها. لعبة God of War Ragnarok متوفرة الآن حصريا على البلايستيشن 5 والفور. يعطيكم العافية المتابعة، ومع السلامة.